الكرام والانطلاقات مستمرة هنا على أرضية هذا الميدان، ميدان سيف العرب، انطلاقة شوطنا السابع عشر وشوطنا السابع عشر الخاص أيضا بالأبكار الحجايج من مسافة 2 كيلومتر. على بركة الله نسير مع البداية، نسير مع الصدارة ونتابع. هناك الشاهنية، محمد بن خميس بن سعيد البادي يقدم لنا البداية ويقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني، هناك الشاهنية، مبارك بن سالم بالأسود العامري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. هناك بشعار محمد بن سلطان بن مرخان تتقدم مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك أيضا الرقم 26 مياسة محمد بن مطر بن سعيد المهيري مع المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز. هناك أيضا تتقدم من خلاله، هناك صدمة، غانب وخلفان بن طويلش الاكتبي. هكذا النتيجة للخمسة الأسامي المنطلقة مشاهدين الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نعود مع البداية، نعود مع الانطلاق. هناك الشاهنية على المركز الأول، محمد بن خميس بن سعيد النيادي يقدم لنا البداية ويقدم لنا المركز الأول، المركز الثاني، ثاني المراكز. هناك ذخيرة محمد بن إمع بن عبيد الشامسي مع المركز الثاني والمركز الثالث، ثالث المراكز. يا سلام صدمة، غانب وخلفان بن طويرش الاكتبي مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. من الجانب الآخر تقدم الأسماء مشاهدين الكرام، وتقدم هنا مشاهدينا الأعزاء. هناك بنت الذهب سعيد بن طارش بن الفلاسية مع المركز الرابع، ولكن البداية، البداية مشاهدينا الكرام من خلال الشاهنية، محمد بن خميس بن سعيد البادي يقدم لنا البداية ويقدم لنا الصدارة. يا سلام يا سلام يا البادي، يا سلام يا سلام. من خلال أيضا، من خلال الخلل، هناك هي المتسيطرة على زمام الشوط الشاهنية، محمد بن خميس بن سعيد البادي، البادي. ولكن هناك، هناك التسلل، هناك التسلل من مياسة، محمد بن مطر بن سعيد المهيري يتسلل، يتسلل إلى المقدمة، يتسلل إلى صدارة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. يا سلام يا سلام، البداية، البداية 26. هناك مياسة محمد بن مطر بن سعيد المهيري، المهيري هو المسيطر، هو المسيطر المهيري. روح مع الصدارة، روح مع البداية، حرك لالي واضرب روح مع بطاقة التاهيل. يا سلام يا سلام يا سلام، البداية، البداية مع المهيري، المهيري المهيري. يا سلام، سلام يا المرموم، سلام يا المرموم، سلام. تهانينا والناموس لمالك مياسة محمد بن مطر بن سعيد المهيري، المهيري على فوز مياسة بالمركز الأول. أما المركز الثاني، الرقم 30 بلقيس سعيد بن عبيد بن إمعة بن عديل، والمركز الثالث، المركز الثالث نتابع خط النهاية. المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت فيه الشاهنية، سالم بن عبد الله المتفيج الاكتبي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام للثلاثة المراكز المتقدمة. تهانينا والناموس.